موضوع الفيديو عن الدورة المستندية لعمليات البيع في نظام العقارات، وهو أحد الأنظمة الفرعية من أنظمة الأونكس برو المتخصصة بالرقابة على العقارات. وهنبدأ باستعراض مراحل وخطوات عمليات البيع. أول مرحلة معانا هي طلبات عقود البيع، إن المحاسب بيقدم طلب للمدير المالي أو المراجع الداخلي، وبعد كده بتيجي مرحلة إن يتم اعتماد الطلب، وتالت مرحلة هي إنزال الطلب في عقد بيع فعلي، ورابع مرحلة هي استعراض التقارير. وهنبدأ باستعراض كل من مراحل تفصيلية. هنبدأ بأول عملية وهي طلبات عقود البيع. هنضغط إضافة ونختار رقم الفرع المرتبط بالعقار، ونحدد العملة اللي هنتعامل بيها في عملية البيع. والقيمة هي القيمة الإجمالية لمبلغ بيع العقار، فنفترض إنه 500 ألف. وعند رقم العقار هنضغط F9 ونختار العقار، وهنتحرك بالتاب لاختيار المالك واختيار العميل. وهلاحظ إن أنا مجرد ما بختار أرقام الملاك وأرقام العملاء بيتم إنزال تفاصيلهم من أساميهم وعناوينهم وهواتفهم، وبعد كده بيانات الشروط اللي بتختلف حسب سياسة كل شركة في عمليات البيع. فنفترض الشرط هيكون السداد على 5 أقساط، وبعد كده هنضغط حفظ. وبكده نكون أنهينا أول مرحلة. وزي ما اتفقنا إن أي طلب لازم يتم اعتماده عن طريق المدير المالي أو المراجع الداخلي حسب آلية كل شركة، فهنعتمد الطلب. وبكده تكون تاني مرحلة معانا. تالت مرحلة معانا وهي عقد البيع، اللي بيتم إنزال فيها طلب عقد البيع لعقد بيع فعلي. هنضغط إضافة ونقف على رقم الطلب ونضغط F9 ونختار الطلب اللي احنا لسه معتمدينه. والأونكس بيسهل علينا تسجيل العمليات، فبدل من ان احنا نسجلها مرة تانية، مجرد ما نضغط انزال البيانات هيتم انزال البيانات بالكامل اللي احنا دخلناها في طلب عقد البيع. وبعد كده طريقة الدفع هي الطريقة اللي هنقبض بيها وهنستلم بيها مبلغ بيع العقار. فعندنا 4 طرق، في نقد وشيك ونقد وشيك وآجل، وهنلاحظ ان مع اختيار كل طريقة فيهم البيانات بتختلف عندي. فهنبدأ بأول طريقة معانا وهي النقد. في حالة إن أنا هستلم مبلغ بيع العقار نقد، هيظهر لي رقم الصندوق، هضغط F9 واختار الصندوق. أما الحالة التانية وهي الشيك، ظهر لي رقم البنك اللي هستلم فيه المبلغ، وحدد لي تاريخ استحقاق، وطلب مني رقم الشيك. أما الحالة التالتة فهي النقد وشيك، إن أنا ممكن أستلم مبلغ من العميل في الصندوق والجزء التاني في البنك. أما الحالة الرابعة فهي الآجل. هنلاحظ إن ظهر عندي كولم زيادة باسم بيانات الأقساط، وهنفتكر إن احنا سجلنا في بيانات الشروط إن السداد يتم على 5 أقساط، فهنختار طريقة الدفع آجل. هنيجي في بيانات الأقساط هنا ونأكد على العقار. وفي بيانات الأقساط عدد الأيام هي عدد الأيام الفاصلة بين كل قسط والتاني، فنفترض إن بين كل قسط هيبقى سنة، عدد الأقساط 5. مبلغ أول قسط هيكون 100 ألف جنيه. انزال الاقساط، هنلاحظ ان هو احتسب عندي مبلغ الاقساط وحددهم لي على 5 اقساط، وحدد لي تاريخ استحقاق لكل قسط فيهم. بعد كده في حاله احتساب ان احنا حابين نحتسب عموله للمسوق او المكتب، بنحدد نسبه العموله ونحدد تتحمل على الطرف الاول اللي هو المالك ولا الطرف الثاني العميل. وبعد كده هنضغط حفظ. ودي بتكون تالت مرحله معانا، ان طلب عقد البيع اتحول لعقد بيع فعلي. ورابع مرحلة وهي استعراض التقارير، وهي آخر مرحلة معانا اللي هنوضح فيها القيود اللي تمت على عملية بيع العقار بناء على رغبة العميل. إن طلب إن تتوزع على 5 أقساط ب100 ألف جنيه كل سنة في تاريخ معين، فهنلاحظ إن السيستم وزعهم لي على 5 أقساط، أول تاريخ 6/7/2018، واللي بعده 2019، 2020، 2021 وهكذا. وبكده نكون وضحنا 4 مراحل خاصة بعملية بيع العقار في نظام الأونكس برو.